بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. الصوم الكبير وكمان بكره كل سنه وانتم طيبين عيد الصليب. انا كنت معاكم هنا تقريبا من سنه، كنا برضو في الصوم الكبير وكنا قبل عيد الصليب، ورجعت كده عندي يعني الكلمات اللي عندي، لقيت ان انا السنه اللي فاتت كلمتكم عن ربط بين الصليب وقراءات احاد الصوم الكبير. مش عارف حد يعني فاكر اي حاجه. طيب احنا برضو بنعمه ربنا، انا مش عارف بس انتوا سايبين هنا خالص، محسسني بغربه كان انا في بلد تانية. تقربوا شوي، انا شاعر بالوحده اصلي فمش هعرف اتكلم. استاذنكم معلش عشان خاطري سامحوني، ولو نضم على بعض شويه يا جماعه كده نحس ان احنا مع بعض كده. بتبقى تقيله، انا عارف حد بيقول للناس تعالوا قدام بيبقى صعبه، وياخدوا تاكسي وبتاع مش كده، مواصلات زحمه والدنيا حر. عشان خاطري معلش شجعوني، شجعوا صغار النفوس. الخدام لو سمحتوا استاذنكم معلش، انا ممكن اعكس اودي المكتب هناك وتبصوا لورا. تعالوا يا جماعه عشان خاطري معلش سامحوني، شجعوا ضعفي. الناس اللي في اخر صف اتفضلوا اتفضلوا. ايوه اشكركم، ربنا يعوضكم. يا سلام، ايوه كده نشوفكم. اشكركم يا جماعه، ربنا يخليكم. على فكرة في علم النفس يعني لازم يبقى في لغة بين اللي بيتكلم واللي بيسمعه، مش كده؟ بيتهيألي لو حد فيكم اللي بيتكلم باصص لفوق كده مش باصص له خالص، ها؟ يعني بقى تركيزه مش حلو، لكن بيبقى شايفين بعض بتختلف شوية. في ناس طبعا متكلمين يعني مفوهين، متكلمين عظام، ما بتفرقش معاهم الحاجات دي هما بيتكلموا، بس أنا غلبان بحب تشجعوني. صلوات قدس ابونا كده بنعمه ربنا نتكلم يعني. نتكلم بنعمه ربنا مع بعض في عيد الصليب، وهناخد مواقف محدده من الكتاب المقدس في العهد القديم، ونربطها شويه بشويه امور احنا بناخدها وبنتعلمها وبنعيشها من الصليب. أول نقطة نتكلم فيها بنقول، احفظوا بقى معايا عشان هسمع في الآخر، خلاص اتفقين يا شباب؟ كروا القربان كده وتقول براحتكم، أنا مش زعلان، أكيد جايين من الخدمة من الصبح وتعبانين يعني، لو معايا أديكوا صدقوني، بس خلوا لنا حتة للآخر. ها؟ وتصحصحوا بس معايا، أوكي؟ الصليب وتغيير الحياة. الصليب وتغيير الحياة. ايه رأيكم مش كلنا في حياتنا وكلنا في نفس الوقت في خدمتنا بنواجه مواقف، سواء انا في حياتي الشخصية او المخدوم بتاعي او المخدومة يقول لي انا الحاجة الفلانية ديت انا فعلا نفسي ما اعملهاش، بس ايه مش قادر. تسمعوا الكلمة دي ولا ما تسمعوهاش؟ او بتعيشوها ولا ما بتعيشوهاش؟ تفتكروا في حد مقصور واقع تحت نير خطية معينة ومبسوط؟ اكيد لا. بس يقولك ايه، انا نفسي اغير حياتي، بس ايه كلمة مش قادر دي هي اللي ايه، هي اللي صعبة قوي. احنا بنقول ان الصليب فيه قوة تقدر لو انا استعنت بيها واستفدت منها
تخليني أغير حياتي، وتخليني كمان أساعد المخدوم بتاعي، لأن انتوا خدام، إن هم يغيروا حياتهم. مفيش حد فينا، كلنا لو فتش كده جوه نفسه مش هيلاقي خطية تعباه، مش هيلاقي حاجة بقى متعود عليها ونفسه يتخلص منها، لكن في نفس الوقت هو ايه؟ هو مش قادر. يقول اصل انا طبيعتي بقت كده. نقول ان الصليب ممكن ان هو يغير طبيعة حياة الانسان. لو خدنا فعلا قوة من الصليب ممكن يغير طبيعتي، ممكن يخليني الحاجة اللي ما كنتش قادر ابطلها دي اقدر ابطلها، خطية اللي مش قادر اتغلب عليها اقدر اتغلب عليها الى اخره. تعالوا كده نشوف شاهد من الكتاب المقدس ونربطه بهذا الكلام. عندنا في ملوك الثاني لصح 6، هنقرأ كده الاعداد من 1-7. ملوك الثاني صح 6، نقرأ الاعداد من 1-7. حد كده من الشباب ممكن تفضل حضرتك، تعال تقرأ لنا. وقال بنو الأنبياء لإليشع، وقال بنو الأنبياء لإليشع: هوذا الموضع الذي نحن مقيمين فيه أمامك ضيق علينا، فلنسب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: اقبل واسهب مع عبيدك. فقال: إني أسهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: يا سيدي، لأنه عارية. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع، فقطع عودا وألقاه هناك، فطفى الحديد. فقال: ارفعوا لنفسك. فمد يديه وأخذه. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. خدتوا بالكم القصة؟ عارفينها قبل كده ولا حد أول مرة ياخد باله منها؟ مين أول مرة يسمع القصة دي؟ طيب إيه الحكاية؟ ممكن حد يلخصها لنا كده بلغة بسيطة؟ ها؟ ممكن حد يحكيها لنا؟ كأنه بيعيد اللي اتقرا بس بيحكيه. مين؟ يلا ما. أختار أنا ولا إيه؟ ها؟ حد بيقول؟ خدت بالك منها حضرتك؟ خدت بالك؟ مين يحكيها لنا؟ عشان في ناس ما خدوش بالهم فمحتاجين نسمعها تاني. ببساطة يا جماعة، اللي خد باله من القصة ويقدر يحكيها لنا يحكيها لنا، وهنجيب له الأعداد، هات لنا بعد إذنك من الأول تاني وتبقى بتتقلب قدامنا وحد فينا بيحكي الحكاية. مين يقدر يحكيها لنا؟ كلكم خدام وبتحكوا قصص في مدارس أحد؟ ها؟ مين يقولها لنا؟ ها؟ تكسفوني؟ اتفضل. اشكرك. طيب انا القصه كلها بتتكلم ان كان وقت إليشع، انه الناس الدنيا بداوا يكلموا إليشع ان هم عايزين يروحوا يسكنوا عند نهر الاردن. فإليشع واقف، قالوا له طب ممكن تيجي معانا؟ فراح معاهم إليشع، وهناك وهم شغالين، ففي واحد من الناس اللي بتشتغل كان جايب، يعني البيت اللي بيتبني عن طريق خشب وحديد، فالحديد بتاعه وقع، فبدا يحس ان هو لا انا ما انت معاك مايك وانا مايك. هو بيقطعوا الخشب عشان يبنوا البيت بالظبط، فهو المفروض انه بيقطع الخشب بايه؟ بالفاس او بابا يسموها البلطه، صح؟ فبيبقى ليها دراع خشب وفيها ايه؟ جسم ايه؟ حديد، وبتبقى الخشب راكب فيه. عارفين الفاس بيركب ازاي؟ فهو بيقطع الخشب، الحديدة ايه؟ طار، اتخلعت وراحت ايه؟ وقعت في النهر. كمل اتفضل. بس فلما وقعت في النهر الراجل الداي، يعني لانه خلاص هيبقى عريان، بمعنى ان هو ملوش مكان يستور. طب استنى بقى، احنا عايزين الحتة دي نفهمها كويس. قال يا سيدي لانه عارية، يعني ايه؟ نعم؟
مش هنا يبقى عريان. ده بيبقى عاري يعني انا مستعيره، انا مستلفه. يعني انتوا عارفين اللي ما عندوش عده وعايز يشتغل بيأجر عده او بيستلف عده، فهو الفاس ده او البلطه دي مستلفها، فلما تضيع هيتكلف ايه؟ تمنها. يبقى هو زعل الراجل ان هو مستلف الحكايه دي. تصرف ازاي اليشع؟ اليشع جاب رمى، زي قال له هي وقعت فين؟ قال له في المكان دوت. فاليشع رمى خشبه، فالخشبه طلعت معاها الحديده اللي هي القطعه الحديد دي طلعت على وش، طفت على وش الماء، وده طبعا عكس القانون بتاع الحديد يعني. شكرا ليك. اسم حضرتك ايه؟ نشكر مينا جدا. مينا نشجعني وتجاوب معايا، بشكره. ها القصه دي مالها بالكلام اللي احنا كنا بنقوله؟ ها حد يقدر يربطها؟ هات لنا كده بعد اذنك من اول النص. لا هي دي كويس، استنى. لا من الاول قبلها بعد اذنك، كمان كمان. ايوه استنى هات. ماشي اوكي. فلنذهب الى الاردن وناخذ من هناك كل واحد ايه؟ خشبه. ليه الوحي المقدس ما قالش هو هيبني البيت بخشبه؟ ولا يبني البيت بايه؟ خشب. طب ليه هنا قال خشبه؟ هنا في اشاره وفي رمز وفي نبوات عن ان حياتنا هتبقى من خلال ايه؟ خشبه، اللي هي خشبه الايه؟ خشبه الصليب. هنا فين المعجزه؟ اتفضلي. خلوا بالكم الجسم بتاع الفاس ده او البلطه دي المفروض انه ايه؟ تقيل قوي، وبيبقى مسنن اول ما ينزل في الميه يغوص وينزل في القاع. طب هو طفى لوحده؟ ده سألهم عن المكان اللي وقعت فيه، وجي عندها رمى ايه؟ عود خشب. فلما الخشب نزل حصل ايه في الحديد؟ طفى الحديد. يعني حصل ايه للحديد؟ انا عايز كلمة مرتبطة باللي انا كنت بقوله. ايوة، اتغيرت ايه؟ طبيعة الايه؟ طبيعة الحديد. ديت الموضوع اللي احنا هنربطه بالكلام اللي كنا ايه بنقوله. خلوا بالكم أليشع هنا يشير ويرمز لمين؟ يرمز للمسيح. في القصة دي أليشع هنا رمز لمين؟ رمز للمسيح. قدر ان هو يغير طبيعة، اصحوا معايا، قدر انه يغير طبيعة ايه؟ الحديد. بالظبط زي ما المسيح يقدر يغير طبيعة الانسان. ليه الحديد هنا أشار أو رمز للطبيعة البشرية؟ لأنها طبيعة إيه؟ تقيلة. طبيعة إيه؟ طبيعة ثقيلة. طبيعة تقيلة بمعنى أنها بتشدنا دايماً لفين؟ لتحت. الحديد شد لفين؟ شد لتحت. وما وقع في المية غاص تحت وغرق، مش كده؟ فهنا الطبيعة التقيلة ديت بتاعت الحديد بتشير لطبيعة الإنسان اللي دايما بتشد الإنسان وتغرقه وتغرقه تحت. قدر أليشع اللي يرمز للمسيح إن يخلي الحديد ده يطفو على الإيه؟ يطفو على السطح، تتغير إيه؟ طبيعته. بس بفعل إيه؟ فعل خشبة. خشبة هنا تشير وترمز لإيه؟ تشير وترمز لخشبة الإيه؟ خشبة الصليب. يبقى الصليب يقدر يغير الطبيعة البشرية، الطبيعة الضعيفة، الطبيعة اللي وقعت خلاص وغرقت وغاصت في أعماق الخطية. لما يرمي عندها خشبة والخشبة تلمس، أنا بتخيل كده المنظر. ليه بيسألهم عن نفس المكان؟ لهم هي وقعت فين بالظبط؟ شاورولي بالظبط. أنا بتخيل إنه رمى الخشبة، الخشبة ما نزلت تحت لمست الحديد، ابتدى الحديد إيه؟ ابتدى الحديد يطفو. إشارة لعمل الصليب في النفس البشرية، وإنه يقدر يغير طبيعة النفس البشرية، يغير طبيعة الحديد. بدل ما طبيعته إن هو يغوص، خلى طبيعته إن هو إيه؟ خلى طبيعته إن هو يطفو إيه؟ يطفو لفوق من خلال الإيه؟ الخشبة اللي هي خشبة الإيه؟ اللي هي خشبة الصليب. خلوا بالكم الخطية، الخطية بتتقل النفس البشرية، بتغرقها.
وهنا نرجع للكلمة اللي كانت اتقالت، بيقول له انها ايه؟ عارية، يعني انا مستعيرها، دي مش بتاعتي، انا مستلفها. طب ده ارتباطه برضو بالموقف اللي احنا بنتكلم فيه، ارتباطه ان النفس البشرية بتاعتي اللي انا بضيعها، اللي انا بغرقها، اللي انا بتقلها بالخطية فبتغوص تحت وتموت، دي مفروض انها ايه؟ مش بتاعتي، ده ربنا ايه؟ مدهاني، ده ربنا مؤتمني عليها، دي بالنسبة لي انا مستعيرها. حد فينا يملك نفسه؟ حش فينا يملك نفسه، مش كده؟ يبقى النفس دي مش ملكي، زي بالظبط الحديد هناك مكان ايه؟ مش ملك الراجل. قال له انا اعمل ايه؟ ده انا مستلفها. عشان كده الانسان اللي بيضيع نفسه هو بيضيع حاجة ايه؟ مش ملكه. احنا مؤتمنين، مش كده؟ ربنا ادانا نفوسنا ديت امانة، وقال خلوا بالكم منها، لما مش بنحافظ عليها يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا بنضيعها. مشكلة الشخص ده اللي تعامل مع أليشع زي مشكلة كل واحد فينا، انه بيضيع حاجة هي ايه؟ بيضيع حاجة هي اصلا ما هياش ايه؟ ما هياش ملكه، وما هياش ايه؟ ما هياش بتاعته. وهنا خلوا بالكم بقى دور الخادم، دور الايه؟ دور الخادم. لما يلاقي انسان بيضيع نفسه، ضيع نفسه، يعمل ايه؟ يشتغل معاه، بس يشتغل معاه بايه؟ بالخشبة، بخشبة الايه؟ بخشبة الصليب. هل احنا بنربط ولادنا وبناتنا في الخدمة بالصليب؟ بنعلمهم يعني ايه الصليب؟ مش الصليب بقى اللي هو العلامة وخلاص، لا، بنعلمهم المعنى الحقيقي للصليب، مفهوم الحقيقي للصليب، ايه الكلام اللي كان بيقصده السيد المسيح لما قال من لا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني لا يستحق ان يكون لي تلميذا. هل احنا بنوصل المعاني ديت لاولادنا؟ هل احنا بقينا في الخدمة احنا اللي بنقودهم، ولا هم اللي بيقودونا؟ خلوا بالكم احنا ساعات في الخدمة نقع في مشكلة، نقول اصل الشباب دلوقتي، واصل الولاد دلوقتي بتوع سنة وبتوع اعدادي، واصل البنات، اصل هم صعب يا ابونا يستجيبوا للي متعودين في العالم على حاجات، وبقوا صعبين جدا جدا. طب مين اللي بيقود مين؟ انا بقودهم لطريق ربنا، ولا هم اللي بيقودوني ان انا اوافق وتنازل واسمح؟ زي بالظبط في البيوت، لو احنا اباء او امهات، ممكن يكون بعضنا كده طبعا اكيد، انا بقعد اتنازل 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 لما في الاخر اوافق على حاجات كتير انا مش حاببها او مش شايف انها صح، ولا انا بتلامس معاهم وبرفع من ايه؟ برفع من مستواهم، وبحاول او بقدر بنعمة ربنا اغير ايه؟ اغير طبيعتهم. النفس اللي تقلت بالخطية وغرقت ديت محتاجة ايه؟ محتاجة عمل الصليب، محتاجة عمل الخشبة اللي لما يلمس الحديد يعمل فيه ايه؟ يخليه ايه؟ يخليه يطفو. في مثل تاني في الكتاب المقدس عايز حد فيكم كده يفتكره قبل ما نجيب الشاهد بتاعه. في مثل تاني في الكتاب المقدس، في برضو خشبة رمت في مية فغيرت حاجة؟ لا، في الكتاب المقدس بقول، مش في التاريخ. حد غير مينا؟ عشان مينا كان متفضل، اسم حضرتك ايه؟ استفضل يا عماد. صح، اشكرك. هنا بقى ما كانش فيه مشكلة زي الحديد اللي وقع، كان مشكلة ان عايزين يشربوا والمية ايه؟ المية كانت مرة. فموسى النبي عمل ايه؟ خلوا بالكوا الكتاب المقدس ما بيجيبش القصص دي هباء، يعني هو كان ممكن قوي ربنا يخلي أليشع النبي يقف عند حتة الحديد ديت ويدي بأمر ربنا وبقوة ربنا أمر فالحديدة ايه؟ تطلع. يعني الخشب عملت لها ايه لما اترمت عندها يعني؟ بس كل ده فيه اشارات وفيه ايه؟ وفيه رموز، حاجات لتعلمنا احنا. طب مع موسى النبي ما كان ممكن ربنا يقول له اؤمر الميه تتحول من ميه مره لميه حلوه، كانت سهله، لكن ايه يعني لازم ترمي فيها عود خشب او خشبه؟ كل ديت رموز واشارات، ده بيرمز لعمل الايه؟ لعمل الصليب في حياتنا، ان الصليب يغير الطبيعه، يغير طبيعه الحديد التقيله
وفي المثل اللي هنشوفه دلوقتي ونقراه مع بعض برضو، ممكن هنا خشبة الصليب تغير طبيعة الحياة المرة إلى طبيعة إيه؟ إلى طبيعة حلوة. الشاهد ده هنلاقيه في خروج 15، خروج 15 من 22 إلى 27. يبقى 22 ده عدد 22 في خروج إيه؟ في خروج 15. عايزين واحدة بقى من الخادمات تقرأ لنا، اتفضلي. ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوفا وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء. فجاءوا إلى مرة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مرة لأنه مرة، لذلك دعا اسمها مرة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا هناك، ودعا له فريدة وحكما وهناك امتحنه. فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه. كفاية، شكرا. نرجع للعدد. خدتوا بالكم القصة ولا لا؟ القصة دي أسهل وإحنا كنا متكلمين فيها. هات لنا العدد 25 بعد إذنك. خلوا بالكم الكلام اللي كنا بنقوله، نلاحظ ايه في العدد ده. صرخ الى الرب فايه؟ اراه ربنا اللي ايه؟ اللي وراله. اراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء ايه؟ صار الماء عذبا. يبقى اذا هنا العمل كان امر مين وارشاد مين؟ مين اللي ورى الموسى؟ ربنا هو اللي ايه؟ ربنا هو اللي وراله. إشارة لرؤية الإيه؟ رؤية الصليب. إحنا محتاجين يبقى دايما شايفين الصليب. أراه الرب. هل ربنا بيوريك الصليب ولا لأ؟ طبعا هو مستعد يوري كل واحد فينا، بس يوري مين؟ اللي عنده استعداد، واللي عنده قبول، واللي عنده طاعة، واللي مستني عايز يشوف. فأراه الرب شجرة، ربنا اللي إيه؟ اللي وراله الايه؟ اللي وراله الشجرة. لو حياتنا كلها مرة ونرمي فيها، ندخل فيها الصليب، اللي يحصل تتحول المرارة كلها الى ايه؟ تتحول المرارة كلها الى عذوبة. مثل ثالث واخير في النقطة دي، احنا بنتكلم في نقطة كبيرة اسمها الصليب وايه؟ اسمع كله. الصليب وايه؟ اوعى تنام يا عماد، قلنا مش كده؟ تنامش، تريحت كده و ها؟ انا عارف الوقت صعب طبعا، بتخدموا من الصبح، ربنا يقويكم يعني، بس حاول يعني. ها، الصليب وتغيير الحياه. عايزين نحفظ الحاجات دي. اول مثل تعطف الحديد ده موجود فين الشاهد؟ لوك الثاني اصحاح 6:1-7. برافو، كنتوا هايلين. والمثل الثاني بتحويل الماء المر الى عذب، خروج كام؟ خروج 15 من 22. كويس، ده بقى مثل ثالث. هات لنا الثالث عندك ايه؟ ها، لويين 14:1-7. لويين 14:1-7. يبقى نمرة واحد ده العدد الاول في لويين ايه؟ لويين 14. مين هيقرا؟ تقريت؟ وكلم الرب موسى قائلا هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتي به إلى الكاهن، يؤتى به إلى الكاهن، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة، فإذا رأى الكاهن وإذا ضربه البرص قد البرص قد فإن برأ. رأى الكاهن وإذا ضربت البرص قد برئت من الأبرص. أيوة، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي،
أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمزها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء. تمام، شكرا ليك. اسم حضرتك ايه؟ شكرا يا رب. خلينا بقى من الاول كده فيها تاني، واحدة واحدة كده مع بعض نشوف ايه الموضوع ده. حد خد باله ايه الادوات اللي تستخدم؟ العنوان بتاع الحتة اللي احنا قريناها ده اسمه ايه؟ ايه الموضوع ده؟ شريعة ايه؟ شريعة تطهير الابرص. شريعة تطهير الابرص، تمام؟ برضو الشرائع دي كلها كان ليها رموز ودلالات، ما كانتش كده، كان ليها رموز ودلالات. حد طب خد باله ايه الادوات اللي هتستخدم؟ هيجيبوا ايه؟ عصفورين، وايه تاني؟ خشبة ارز وخيط قرمز وزوفة، وايه كمان؟ طبق خزف، اناء خزف وميه. طيب ايه الموضوع؟ كل حاجه من الحاجات ديت بترمز لايه؟ وفين الاشاره هنا لعمل الصليب؟ فين الاشاره هنا لعمل الصليب؟ العصفورين دولت يرمزوا لايه؟ هات بعد اذنك برضه لما جاي يقول على عصفورين سماهم عصفورين ايه؟ ايوه، عايزها قبلها، حيان طاهران. من صفات المسيح دايما انه ايه؟ حي وانه طاهر. وهنشوف دلوقتي حالا مع بعض ليه لما جه يرمز هنا لذبيحة المسيح ما جابش عصفور مثلا وذبحه، لا ليه اتنين؟ لا، خلوا بالكم، المسيح حمل قائم وكأنه مذبوح. المسيح مذبوح لكنه حي، فعصفور واحد ما كانش ينفع يعمل الايه؟ العملين. عشان كده هنا احتاجوا ايه؟ عصفورين، عشان واحد يذبح والتاني يغمس في دمه ويطلق حي. ده بيشير للمسيح المائت ليعطي ايه؟ ليعطي حياة. بيشير لوجهين ذبيحة المسيح، الصليب والقيامة. الصليب والايه؟ الصليب والقيامة. عشان كده هنا احتاج ايه؟ احتاج ان يكونوا ايه؟ ان يكونوا عصفورين. القصة كلها اتعملت في اناء ايه؟ خزف. ده يشير لايه؟ لا لا، انا بقول اشمعنى اناء خزف؟ يعني ليه مش اناء معدن ولا اناء اي حاجة ده؟ لا نعم، اشمعنى؟ الخزف يمثل الطبيعة الضعيفة، فيمثل الطبيعة الايه؟ البشرية. يمثل الطبيعة البشرية، يمثل طبيعة الانسان، الطبيعة البشرية الضعيفة. وحتى المسيح لما جه يعمل للبشرية كلها شريعة تطهير بصليبه وبدمه، جه في شكل ايه؟ طبيعة بشرية برضو ايه؟ ضعيفة. اخذ شكل ايه؟ شكل عبد. فده الخزف. يبقى الخزف يشير لان الذبيحة القوية جدا اللي ليها مفعول التطهير القوي جدا، ذبيحة الصليب، المسيح عمل كل ده من خلال ايه؟ من خلال الطبيعة البشرية الضعيفة. ويشير لطبيعتنا البشرية الضعيفة اللي محتاجة ان هي ايه؟ ان هي تتطهر بدم الايه؟ الصليب، بالدم اللي نزل فيها دم وماء. نتكلم برضو فيهم دلوقتي، واخدين بالنا ازاي؟ فتفتكروا مين قال
معلمنا بولس الرسول قال ايه؟ اذ لنا هذا الكنز في اوان خزفيه. كان بيقول ان احنا لينا كنز ثمين جدا جدا جدا. طبعا ممكن يشير لحاجات كتير جدا، اهمها الروح القدس الساكن فينا، بس ساكن جوه اواني ايه؟ خزفيه، يعني جوه انيه ايه؟ بشريه ضعيفه. مش كده؟ لينا كنز ثمين جدا جدا جدا، بس موجود جوه اناء ايه؟ جوه اناء خزفي، مش كده؟ فهنا الايه؟ الخزف. بيصبح عصفور في اناء الخزف. اناء الخزف موجود فيه ايه؟ خشبه الايه؟ الارز، اللي تشير لايه؟ خشبه، يبقى تشير لعمل الايه؟ لعمل الصليب. والاناء فيه ميه، فلما يصبح العصفور ينزل عليه ميه يبقى فيه ايه؟ دم وماء. الدم والماء دول اشاره لايه؟ خلوا بالكوا، كل ده احنا بنتكلم في شريعه تطهير. تطهير كل ده احنا محتاجينه في حياتك. فكروا ان بس اللي كان ابرز في العهد القديم هو اللي محتاج التطهير. هو اللي كان ابرز في العهد القديم ده كان ممكن يبقى ابرز بسبب ايه؟ الخطيه. طب واحنا ما عندناش خطيه؟ ده احنا لو زي العهد القديم اللي بيعمل خطيه بيجيله برص كان زماننا يعني كلنا، مش كده؟ اشكروا ربنا ان احنا مش في العهد القديم، احنا في عهد النعمه، مش كده؟ فاحنا محتاجين تطهير في حياتنا، محتاجين يبقى فيه دم وايه؟ وماء. في حياتنا احنا الدم والميه دول ايه؟ ها؟ الميه دي المعموديه والدم هو التناول. يبقى احنا محتاجين في حياتنا عشان نتطهر معمودية، ودي كلنا بناخدها واحنا ايه؟ واحنا صغيرين. فمحتاجين نستكمل على طول دايما بايه؟ بالدم، اللي هو اتحادنا بدم المسيح اللي موجود على الايه؟ موجود على المذبح، مش كده؟ عصفور الاول بيصبح، الثاني بيغمس في الدم ويطلق، رمز للايه؟ رمز للقيامة. وبعدين بيجي بقى الكاهن ياخد نبات الزوفة او الزوفة. سمعتوا فين الكلمة دي قبل كده؟ مزمور 50 يقول له ايه؟ تنضح علي بزوفاك. اهي بتاعة المزمور 50 جاية من الحكاية اللي هنا دي، بتاعة شريعة ايه؟ شريعة تطهير الابرز دي، هي جاية منها. لانه بيجي الكاهن وياخد نبات الزوفة، ده شكله ايه؟ ها؟ نبات بيمتص كده، يعني اسفنج شوية كده، فبيمتص الايه؟ ما يغمس يمتص، وبعدين ياخده ينضح، يعني يرش على الشخص اللي كان ابرز سبع ايه؟ سبع مرات، يعلن انه خلاص اصبح انسان ايه؟ انسان طاهر. فبيستخدم الزوفة هنا، وقلنا ان داود النبي استخدم المصطلح ده، او الكنضح عليا بزوفاك ايه؟ زوفاك فاطهر. يدخل الشخص بقى للمحلة، يعني وسط الناس، يدخل وسط مجموعة الشعب. تخيلوا كان الانسان اللي في حالة برص، يعني اللي في حالة خطية، ما ينفعش يبقى في وسط الايه؟ الجماعة، ده يعزل، ده يبعد لغاية ما يتطهر. وده هنلاقيه في قوانين الكنيسة. هو الشركة بتاعتنا امتى كلنا بنبقى جسد واحد؟ في التناول. ممكن اوي لو انسان في خطية ومش تايب عنها وبعداه عن شركة ربنا، ممكن ابونا يقول له استنى، ما ينفعش تتناول، مش كده ولا ايه؟ يقول له استنى حبيبي، لا، الاول تستعد، الاول تتطهر. فاكرين العشرة البرص اللي شفاهم المسيح؟ قال لكل واحد فيهم ايه؟ اذهب وايه؟ واري نفسك للكاهن. دي تمثل الايه؟ الاعتراف. واحد يقول انا تايب وانا خلاص سبت الخطيه وتركتها، نقول له اذهب وايه؟ اري نفسك للايه؟ للكاهن. لازم الاول تروح تقابل ايه؟ تقابل ابونا. ده سر الايه؟ سر الاعتراف. بعدين ابونا يديله حل علشان يقدر يخش في شركة الجماعة، في شركة جسد الايه؟ جسد المسيح. يدخل بقى المحلة، يدخل وسط الشعب وهو طاهر،
مرشوش بالدم وبالايه بالميه، وكل ده اشاره لان بدون دم المسيح ضليب ما ينفعش انسان ابدا يعيش في حياه طاهره او في حياه ايه او في حياه مقدسه. في اي حاجه من الكلام اللي انا قلته مفهومه؟ كان عندنا نقطه ثانيه كنت قايلكم اكلمكم في نقطتين كبار، بس النقطه دي خدت شويه وقت فنكتفي بيها عشان ما اطولش عليكم. وطبعا هي خدت وقت عشان احنا اتناقشنا مع بعض، بس ده طبعا افضل لان احنا نفهم الموضوع وما ننساهوش تاني. هتنسوا الحكايه دي لو عشنا وجيت السنه الجايه برضو هديكم الموضوع التاني وهسالكم في ده. نعم. لا احنا بنيجي في الصوم الكبير. نراجع مع بعض في دقيقتين ونخلص. كلمنا في ايه؟ الصليب وايه؟ صليب وتغيير الحياة. خدنا امثلة رمزية من العهد القديم. كم مثل؟ الاول ملوك الثاني من 1-7. دي كانت قصة ايه؟ اليشع وطفو ايه؟ طفو الحديد. المثل الثاني خروج 15 من 22، وده كان بيتكلم عن ايه؟ موسى النبي لما رمى شجرة تحول الماء المر الى ماء ايه؟ الماء المر الى ماء عذب. بعدين المثل الثالث اللي خدناه دلوقتي بتاع ايه؟ شريعة تطهير الابرص، ودي موجودة قريناها منين؟ لوينا 14 من 1-7. مهما حفظنا هننسى، فكل واحد النهارده على طول يروح دلوقتي ايه عنده في اي نقطه كده عنده ولا اي حاجه مذكره يكتب الايه الكام كلمه اللي احنا قلناهم دول دلوقتي عشان يبقى يرجع لهم. مش مهم برضو نحفظ وبس، المهم ايه نعيش المعاني ديت. فتفتكروا الكلام ده وانتوا ان شاء الله بكره بتعيدوا بعيد الصليب، وكل صوم كبير وكل عيد صليب وانتوا طيبين لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.